ونبدأ بسم الله بوصفتنا حقت اليوم. بنفلح كبسة تحبها قلوبكم، حطيت شوي زيت وضيف عليه مكعبات البصل. طارت السنابة لكن معليش شوفوها، حطيت البهارات العدلة، قطعة زنجبيل، دارسين، ليمون أسود، ورق الغار، ومسمار وهيل، وفلفل أسود حب. بضيف الآن قطع الدجاج، عاد انتم اللي تبون على حسب الكمية، تبون دجاجة نص دجاجة اللي تبون. بضيف الآن شرايح فلفل أحمر يعطي نكهة مع قطعة الزنجبيل يبعد زفرة الدجاج بالكامل. ملح. أضيف الآن الموية وأتركها عاد على جنب تطبخ لحد ما تستوي، ونروح نصلح الخطوة اللي بعدها. تركت الدجاج ينسلق على جنب، وجيت هنا حطيت شعيرية مع شوية زيت، اللي بيه مع زبدة براحتكم، وبستمر بتقليبها لحد ما يطلع لونها ذهبي. هذا اللون المطلوب للشعيرية. بضيف لها الآن شوية ملح، وبضيف لها شوية موية، وبخليها على النار فقط 3 دقائق. استوى الدجاج وبطلعه الآن وبفتته وارجع لكم. بصفي الآن مرقة الدجاج من البهارات العدلة والبصل وهالأشياء، ونروح نكب الرز. بعد ما صفيت المرقة وضبطت الملح، بضيف الآن الرز بعد ما غسلته ونقعته شوي. استخدمت رز الحسن، أخذته من العقيلات. نجي الآن لحشوة الخضار والشعيرية اللي بنصلح. حطيت هنا مكعبات بصل مع شوية زيت، وبستمر بتقليبها لحد ما تتحمر. بعد ما انحمس البصل، بضيف الآن الخضار اللي هي مكعبات جزر وفاصوليا وبازلة. وبعد ما أخذت الخضار النكهة الحمس، بضيف الآن الشعيرية اللي حمرناها مع بعض. وآخر إضافة بتكون الدجاج المفتت، وهالإضافة اختيارية لكن بتعطي نكهة جدا لذيذة، اللي هي لحظة بوريكم إياها، الصويا صوص المعتدلة. أهدي النار وبقلب المكونات كلها مع بعض لحد ما تتجانس وتاخذ النكهة، وبعدين نروح للخطوة اللي بعدها. نجي الآن للمرحلة الأخيرة، اللي هي بنحط الطبقات على بالصينية. الطبقة الأولى تبي تكون حشوة الشعيرية، بعدها تبي تكون طبقة الرز. شوفوا تبارك الرحمن الرز وشلون مفلفل يهبل الرز. وبعدها طبقة الشعيرية. عاد الطبقات انتم براحتكم، ممكن تحطون طبقتين ثلاث اقل اكثر براحتكم. الان بضيف طبقة الرز الاخيرة، خلاص يعني اخر طبقة من الرز بتكون هذه، وعلى وجه الصينية المتبقي من حشوة الشعيرية بالكامل. وبكذا تكون خلصت صينية الرز حقتنا. بحط على الوجه فلفل، وبعدها بقصدرها وحط عليها غطاء، وعلى الفرن تقريبا تاخذ لها ابو 20 دقيقة الى نص ساعة بس تتجانس وتاخذ الطعام.